ما حكم أن يحل السحر بسحر مثله لضرورة ذلك لما جاء في حديث سعيد بن المسيب وحديث عائشة مع العلم بأن هناك أناس؟ ما هو الحديث يا أخي؟ هذا قول سعيد بن المسيب، لا تجعله حديث، هذا رأي الله وقول الله. ولا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن السحر حرام وكفر، فلا نعمل الكفر من أجل العلاج. سبحان الله، الإنسان يكفر من أجل تعالج؟ الله جل وعلا يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ويقول: وما يعلمان من أحد، حتى الملكين حتى يقول إنما نحن فتنة، حتى يقول إنما نحن فتنة، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر فنعالج بالكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تداووا بحرام، وأعظم الحرام الكفر والشرك، والسحر كفر، لا يجوز التداوي بالكفر. وإذا كان لا يجوز التداوي بالحرام، فكيف لا يجوز التداوي بالكفر والعياذ بالله؟ نعم.